الشواقة، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. اسمي عقران عبد الرحيم، معروف مانول ومول الزيتون، معروف ما كانش ما يعرفنيش في ذاك الوقت ديالي اللي كيدوزت معاهم انايا الرحلات، مع عمر شي رحله ما خليتها ما ديتهاش. لافتات الحانوت عامر ليل ونهار، الكارنيات كان يعطوني الكارنيات، انا 10 الكارنيات 15 كارني المكتب نقطع، كنقطع الجمعه والسبت الحد عادي اللي كيمشيو هادي، انا اللي كنت ديما نقطع. هذا الوقت اسيدي اللي عشت مع انا دادو، انا في الصغر ديالي بعد هي الاولى عشت مع في وقت ديال الصمام والسخليفة اسبانيا والعبدي الله يرحمه وبو جمعة الشقيق اسبانيا حمادة، هادو عندي شي وقت هذيك الساعة 12 عام و 13 عام وكاك باقي صغير، وكن جا جيل الاخر تاني ديال معروفي وحليم شو يقولوا ليه شيشا مصطفى ابو عوده، مصطفى ابو عوده عز دين امر الله، عاد الجيل اللي عشت معاه مزيان كنت صحيح مزيان، هذه هي ديال روح السلام رشيد ارسلان يقداني بيداوش كيال برطال الله يرحمه بالعربي دابا اللي مشى لطنجة، هادو عشت معاهم، هادو هما كنت بحال ما عشت معاهم مزيان بزاف، ما كنتفرغش انا يوم اللي كيباتوا ملي كيباتوا هنا كنمشي نبقى معاهم تما، كاين حتى يبغيو ينعسوا عاد كنخرج بحالي نهار السبت ديما في التسعينات، وهادي راه ما كاينش اللي ما يعرفنيش، الجديده كلها كتعرفني ما بين 80 و 90، كنمشي معاهم ديما الكار، ديما معمر كار جوج، نهار مراكش عمرت 26 كار، اللي عمرتها كل واحد كنعطيه كار، والايام الاخرى في بحال فاس وهادي كنت كنعمر فاس ديما، كنعمر سبعه الكيران ثمانيه كنت كنديهم، الناظور كنت كنمشي ليه من فلوسي انايا لا حانوت، درت الحانوت ما بقاش الناس كي العيالات يشوفوا الحانوت عامر كيهربوا في حانهم يزيدوا، لافتات من عندي، طباله والغياطه من عندي، اللي كانوا اما نهار نايت كل الوداد ولا الراجل ولا هذيك، هذيك كندي اللي كاين طباله والغياطه اللي كاينين في الجديده نديهم ونفرتك دوزوك، ما عطوني انا باش سير دير لافتات ولا دير هذه، ما كان دايرو لافتات كبار كنديرهم كل شيء كنعلقهم في الكيران، انا عمرني ما مديت يد شي واحد فيهم، عطيني ولا هذيك كيسالي الماسك نخرج، ملي كيسالي الماتش والله الجمهور ما كيخرج حتى كيقول البوليس زيد خرج خليهم يخرج باش يتبعوك، كنخرج عادي يتبعني الجمهور، انا سيريت انا كنت وجه انا غير دابا راه والو الله كريم. دابا 10 شهور باش قطعوا لي، درت 4 العمليات قطعوا لي الصبعان جوج، عاود قطعوا لي الصبعان جوج قرايني 4، عاود كرطوا لي رجلي من التحت كلها كرطوا لي من التحت ولا بان العظم، وهذيك نعست 4 شهور في السبيطار، دابا 5 شهور في داري، الدواء غالي 4 البواكات ديال الدواء ب 11000 ريال من 10 ايام 10 ايام، هادي هي داروا لي المحسنين، هاي هادي داروا لي المحسنين ديال العرق ديال رجلي الاخرى مرضت ليا تا هي، ها هي كتبها كل شيء هنا، ها هي ها رجل قال لي هادي غتقطع الرجل الاخرى، ها هي قالوا لي راه تحي راه تحب العروق دارو ولات زرقاء، راه مشات قال لي هذه مشات، قال لي راه مشات هاد الرجل. مصطفى بن قعده كان السيد كان جاري وكنا كنمشيو للتيران كاملين، ومن بعد هو دار واحد لامبيونس، دار واحد لامبيونس، دار اللبس التقليدي
دار فوقيه لبس تقليدي، دار رايات، دار كيدي الطبل والغيطه لذاك التيران كيضحي، يعني ضحى عطى للدفاع وعاد نعطيه انا شهاده ديالي. انا ما بقيتش مشيت ذاك الوقت، هو ذاك يعني عطى من ديك 80 تال 90 عطى للدفاع، يعني عطى كليا، عطى اكثر من لعاب القدم، اكثر من شي لعاب كاع عطى. هنا نهار الاربعاء نهار الخميس كان كيدي الماء ويدي هذاك الشيء، يعني دابا كان كيكتف الطابلو ملي كيبدا يدير الرحلات كيتخص شي حاجه ما كيكملش، كيكتف الطابلو تسويت كيقول لهم شوفوا الا الدفاع خسرت نرد لكم فلوسكم، وكتكمل الرحله وكتربح الدفاع. يعني شي حاجه اللي دارها هذه شهاده ديالي وشهاده ديال الجميع. الناس راه كاين راي الان، الناس راه عارفين، يعني ضحى هذا السيد. ودابا السي عبد الرحيم ملقب مالولو، راه كاين مالولو ديال اسبانيا وكاين مالولو ديال نو. عبد الرحيم راه عنده مرض مزمن، وراني مشيت عند الدفاع اتصلت بالكحل، اتصلت بالكوميتي منهم السي بالكحل، ووعدني وداروا التكريم مناسبه الذكرى ديال 60 عام ديال الدفاع. وملي شنقول لك قال لي راه غنمشيو عنده هو السي مقتريد، وراه من السي حمداني راه شاهد على السيد، راه هو اللي كيحقه كيعرفه يعني بالكحل شويه. قال لي راه عرفه، ولكن السي حمداني راه كيعقل عليه، من السي حمداني من موسى راه كيعرفوا هذا السيد. ودارهم اللي داروا معايا انا بريكس، ما بقيت مشيت عند بالك شحال من خطره هذه شهرين وثلاث شهور شفت تعيت ما بركت بحالي. والسي عبد الرحيم راه عنده مرض مزمن وعنده الوليدات، وراه الدار اللي فيها هو راه ديال الاخت ديالو، راه من السبيطار جابتو ليها. يعني كنتمنوا للدفاع السعاده والكلاسه دوزيام، ولكن السي عبد الرحيم راه غني، راه اللي ما يعرفوش هاد الناس ديال الكوميتي انا ما كنطيحش منهم اللي كاين دابا، راه باقي صغار ولكن يسولوا عليه، يعني يديروا بحال لعاب، يديروا بحال مدرب، يديروا بحال ذاك. يعني راه هادشي راه حسن، راه ماشي انا بقات فيا النفس وجيت طوعت وجيت بديت كنجري معاه. يعني راه لا هادشي راه حنا ما طامين حتى فشي حاجه. عبد الغيتوي عاش معايا مزيان، هو وشاهد مزيان على داك الشيء اللي داوني عيطوا. كان يمشي الهوند والباسكيت تاعي. الهوند فينال ديتو معاهم، داوني عيط عليا الباشا قال لي ضروري تجي. ومشيت ورا بشهاده غيت عبد الله غيتو، كيكون شي استعراض كنمشيو كيعيطوا عليا كناخذ الجلابه وهادي. عمرني داك الشيء، عمرني ما شديت شي لقى مع شي واحد، ولا كنقول شي واحد عطيني ولا رد، هذاك الشيء ما كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.